عقد ممثلو قطاع الطاقة بسلطنة عمان في العاصمة البريطانية لندن عدد من الجلسات والنقاشات الفكرية للنهوض وتطوير قطاع الطاقة عامة، وعلى وجه الخصوص قطاع الغاز والطاقة النظيفة التي تشكل مستقبل للسلطنة وللعالم أجمع. بدأت الجلسات النقاشية بجلسة مع معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن، وبحضور عدد من ممثلي الشركات البريطانية والعمانية في مقر الجمعية البريطانية العمانية، حيث دارت النقاشات والأسئلة حول مستقبل الطاقة البديلة والمستدامة والتحديات العالمية التي تواجه القطاع والخطط المستقبلية لقطاع الطاقة بسلطنة عمان. نتشرف بحضور معالي الوزير وممثلي الشركات من قطاع الطاقة. الحوار كان شيقا جدا، تناول فيه العديد من المحاور، منها الهيدروجين الأخضر وفرص السوق التنافسي ومشروعات الاستدامة في مجال البترول والغاز في السنوات القادمة. تلا ذلك عقد جلستين حواريتين مع المؤسسة الفكرية آسيا هاوس لمناقشة أهم المحاور المتعلقة بانتقال شركات الغاز والطاقة إلى الانبعاث الصفري في المستقبل، وكذلك كيفية تمويل المشروعات المستقبلية للطاقة النظيفة. الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال نفتخر أن نكون أول شركة في الشرق الأوسط أنتجت أول شحنة للغاز الطبيعي المسال محايدة كربونيا بالكامل، والاجتماعات هذه اجتماعات والتجمعات هذه مع مجموعة ونخبة من جميع أنحاء العالم وخبراء طبعا يضيف للأفكار ويضيف للمشاريع المستقبلية، وذلك للكل أنه ينتج طاقة صديقة للبيئة وطاقة مستدامة بإذن الله. I think sustainability is going to be an issue for all countries going forward. أعتقد أن الاستدامة ستكون هي المشكلة الأكبر لكل الدول، ونحن في المملكة المتحدة لدينا طموحات الوصول للحلول من خلال قوانين وشركات مع العديد من الدول لنرى كيفية الاستفادة من التنوع الحضاري والفكري لشركائنا. ناقشت الجلسات العديد من المحاور واستعراض رحلة التحول الطاقي التي تقوم بها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ومبادرات رفع الكفاءة واستراتيجية الهدف الصفري، وذلك من منطلق حرص الشركة بالوقوف على آخر التقنيات والتطبيقات الحديثة وبما يعزز دورها وأدائها البيئي. اجتماعات ولقاءات لبحث المستقبل الأفضل للطاقة البديلة والنظيفة بسلطنة عمان لأجيال قادمة واعدة. علاء الدخخني، تلفزيون سلطنة عمان، لندن.